اتفضلوا شكلكم شاطرين. يلا احنا اليوم ضمن البرامج المتواجدة عندنا في جمعية إغاثة أطفال فلسطين مننفذ مشروع نظارات طبية لمحافظة طول كرم من قرية مخيم مدينة للحالات اللي وضعهم الاقتصادي سيء وللحالات ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة طول كرم. طبعا احنا اليوم رايحين نعمل فحص لما يقارب 50 طفل، قسمناهم على 3 أيام كل يوم 50 طفل، رايحين نعمل فحص ونسلم النظارات ضمن برنامج جمعية إغاثة أطفال فلسطين المشاريع الإنسانية.